ده هيكون معانا على التليفون كابتن وائل رياض، طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي سابقا طبعا، وحاليا طبعا مدرب المنتخب الاولمبي. كابتن وائل مساء الخير واهلا بيك معانا في السادسه. مساء النور، اهلا بيك. يعني كابتن وائل، انت ارتبطت بثابت البطل يعني جوه النادي الاهلي وبره النادي الاهلي، او جوه الملعب وبره الملعب، واعتقد يمكن في كتير من المواقف وكتير من الذكريات اللي جمعتك طبعا بكابتن ثابت البطل ربنا يرحمه. طيب، هو في البدايه طبعا يعني الذكرى ال 16 لرحيل كابتن ثابت البطل، يعني اهم مدير كوره جه في تاريخ مصر، وطبعا حارس النادي الاهلي، حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى المنتخب الوطني، وتاريخ كبير جدا طبعا، حافل بالانجازات وحافل بكل حاجه محترمه بحكم وبفضل المواقف بتاعته وكل فيعني انت اول موقف جمعك بكابتن ثابت البطل، اول مره يعني يحصل تعارف بينك وبين كابتن ثابت البطل، كان ايه الموقف يا كابتن وائل؟ لا، ما فيش موقف. انا كنت لاعب في النادي الاهلي وتم تصعيدي للفريق الاول، وهو اول واحد قابلنا كمدير كوره في الفريق، وعمل معانا اجتماع وقال لي خليكوا، واحنا كلنا ثقه في اللعيبه اللي بتطلع من قطاع الناشئين. كنت بتسمع ايه عن كابتن ثابت قبل ما تتصعد فريق اول؟ كان ايه انطباعك عن شخصيه ثابت البطل قبل ما تطلع فريق الاول؟ شخصيه ما بتهزرش خالص، شخصيه جد طول الوقت، كل الكلام ده كان دي الانطباعات اللي بنسمعها عن كابتن ثابت، لدرجه ان احنا كنا يعني في بدايه تصعيدنا انا وحسام غالي وسامح حسني، لما كنا بنشوف كابتن ثابت كنا بنروح من اتجاه اخر، يعني شايفين هو جاي من اول الطرق، احنا نلف نخش الغرفه ما هو يعدي، وبعد كده عشان ما يحصلش اي احتكاك يعني. ده في الاول قبل ما نعرفه بشكل قوي. الصوره دي اتغيرت بعد ما بقى في تواصل يعني مباشر بينك وبينه كتير جدا. طبعا طبعا شخصيه فيها كل الكلام اللي سمعناه، انما شخصيه جدعه جدا، شخصيه فيها صفه الرجوله بطريقه مش طبيعيه، يقف جنب اللعيبه الصغيره واللعيبه الكبيره، يجيب حق اللعيب الصغير حتى لو من ادخن لعيب او من كابتن الفريق، ما عندوش مشكله خالص، فراجل بيدي الحق للاصحاب. لا، كابتن ثابت للامانه يعني من الناس اللي لما تذكر اسمها في الوسط كل الناس بتقول او بتجمع على صفه واحده فيها، وهي يقول لك كان راجل، كان راجل. واعتقد صفه الرجوله دلوقتي، يمكن انا كتبت الكلام ده برضو عندي على الفيسبوك، صفه الرجوله دلوقتي بقت للاسف بقت قليله جدا في الوسط بتاعنا، مسؤولين كتير بيتنصلوا من كلامهم، مواقف ممكن حد يرجع في كلمته، تلاقي البني ادم الواحد ثلاث اربع كلمات متناقضه في مواقف مختلفه، انما هو كان دايما ثابت على موقفه، كان دايما يعني بطل في قراراته، فاعتقد يعني لا. لو تفتكر معانا كابتن وائل، اكتر حاجه قالها لك واثرت في حياتك، اكتر موقف وضحت فيه شخصيه كابتن ثابت البطل معاك انت شخصيا؟ لا، معايا شخصيا ما عنديش موقف محدد يعني، او حتى مش بالضروره يكون حصل معاك، لكن ممكن يكون حصل قدامك. لا، خلينا نقول ان كابتن ثابت البطل اللي عايز يتعرف على شخصيه ومبادئ وقيم النادي الاهلي كان يعرف ثابت البطل. ما كانش محتاج كتالوج، او ان انت تعيش كتير في النادي الاهلي عشان تعرف النادي الاهلي بتتعامل جواه ازاي، او بتعمل ايه جوه النادي الاهلي. تتعامل مع ثابت البطل لمده موسم وانت تعرف النادي الاهلي ده بيفكر ازاي. ثابت البطل هو النادي الاهلي، النادي الاهلي هو ثابت البطل، شخصيه ثابت البطل هي شخصيه النادي الاهلي. للامانه انا بقولها بمنتهى الامانه، رحيل ثابت البطل، ويمكن احنا 16 سنه اهو، رحيل ثابت البطل الخساره الحقيقيه، الخساره الحقيقيه لحد في كره القدم في مصر. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن وائل رياض.